دكتور غالبا المدخنين عندما يستيقظون من النوم اول اشاره تكون عندهم اللي هي بحه الصوت، لكن لا يتعاملوا معها بشكل جدي، يقول لك بلغم من الدخان او شيء طبيعي. هل فعلا ممكن يكون نذير صامت يحذرنا من سرطان الحنجره او وجود ورم على الاقل في الحنجره؟ صحيح، هلا وجود بحه صوت جديده يعني ومستمرة لما أكثر من 3 أسابيع هذا نذير خطر ويجب أن يتم الكشف. هلأ في حال أنه الشخص المدخن أصيب ببحة صوت عابرة يعني لساعات أو أيام وتحسن الصوت ورجع، على الأغلب ممكن يكون شيء عابر، بس بشكل عام أنا بنصح أي شخص مدخن لفترة طويلة أنه ما يأخذ أي تغير بصوته يعني ببساطة، وأنه دائما يأخذ على محمل الجد وأنه يلجأ للنصيحة الطبية والفحص الطبي. دكتور، هل بحة الصوت هو مؤشر قوي على سرطان الحنجرة؟ وفي حال ما كان في بحة صوت، هل هذا يعني أنه ما في سرطان ولا حسب موقع السرطان من الأحبال الصوتية؟ مزبوط، يعني الحنجرة هي 3 أقسام، يعني ربنا بالنسبة لسرطان الحنجرة زي أعطانا ميزة أنه الأعراض بتبلش بكير. الغالبية العظمى من سرطانات الحنجرة بتصير بمنطقة الأحبال الصوتية، ولما يصير أي ورم أو كتلة على الأحبال الصوتية اهتزازاتها اللي بالعادة بتنتج الصوت بتختلف فبتسبب بحث الصوت، فهي زي يعني تعطيك إنذار مبكر إنه في إشي تغير، فبالتالي أنت عندك فرصة كويسة إذا أنت كنت واعي إنه تكتشف الورم هذا عندك في مرحلة مبكرة. هلأ ممكن في مناطق ثانية بالحنجرة يصير فيها الورم والأحبال الصوتية ما تكون تأثرت، فبالتالي يظل الورم صامت لفترة ما يعمل أعراض لحتى يمتد ويأثر على الأحبال الصوتية أو يأثر على التنفس، يصير ضيق نفس أو مرات شردقة لما يأكل ويشرب، فبكون هذا مرحلة متأخرة شوي، بس الغالبية العظمى بالأحبال الصوتية والأعراض بتبلش مبكرا. في إحدى المؤتمرات الطبية سمعت من أحد المشاركين الأطباء قال لو أنا كتب علي بأنه أصاب بسرطان لاخترت سرطان الحنجرة، كونه لا يخفي نفسه وسرعة تشخيصه عالية، وفي نفس الوقت ممكن نحصل على دقة في العلاج وسرعة في العلاج والشفاء منه دون عن بقية السرطانات. هل هذا المعلومة صحيحة دكتور؟ إذا لم تكن صحيحة ممكن صحيحة لي؟ هلأ يعني معلومة فيها جزء صحيح وجزء بجوز يكون مش دقيق. نعم. أعتقد ما كان يقصده هذا الشخص أنه سرطان الحنجرة زي ما حكيت يتم اكتشافه مبكراً لأنه الغالبية العظمى بتكون بالأحبال الصوتية وهي بتعمل بحة صوت مبكر، فبالتالي بيجينا المريض مرحلة مبكرة. عميب. لما يجينا مرحلة مبكرة نسب الشفاء عالية جداً، بتوصل 90-95% بالعلاج. عميب. وعنده خيارات متعددة حتى للعلاج، مش شرط يعني يكون مثلاً ياخذ أشعة علاجية، ممكن في خيارات بسيطة جداً أبسط من هيك اللي ما أثرها الجانبية ما تأثر على حياته لبعدين. بالمقابل يعني هو سرطان لا يستهان فيه، من الأنواع اللي مش خلينا تصرفها مش حميد كثير، بحال تم اكتشافها بمراحل متأخرة عندها قابلية للانتشار، منطقة حساسة شوي لأنها نقطة تقاطع بين عدة وظائف منها التنفس، البلع، الصوت، فالمريض اللي يعني بنتهي فيه المطاف انه يتم استئصال الحنجرة له نتيجة المرحلة المتقدمة هي عملية مش سهلة وهي بتغير حياته. سريع دكتور، يعني ممكن يكون خلال شهر توصل من المرحلة الأولى إلى المرحلة الرابعة؟ لا، هو انتشاره مش بالسرعة هاي، هلا مختلف حسب يعني هي في أورام بتكون أبطأ كثير وتصرفها يعني أقرب للحميد، وفي أورام بتكون أسرع بالانتشار والنمو، بس بشكل عام هو يعني ما بنتقل من مرحلة أولى لرابعة خلال شهر، بياخذ وقت أطول، بكون له شهور كثيرة. وإحنا دائما بالعلاج بهمنا قدر الإمكان إنه نحافظ على العضو اللي هو الحنجرة بدون ما إنه نستهين بالاستئصال أو الشفاء الكامل للمريض. إذا أمكن بالعلاج أن عدة خيارات بنحافظ على وجود الحنجرة مكانها، نلجأ لاستئصال الحنجرة بالحالات المتقدمة اللي احنا بنكون حاسين انه العلاج بأي خيار ثاني راح يكون في خطورة انه لا يتم الشفاء من المرض او في خطورة انه يتم انتشار المرض.